على الأصل دور. رمضان عذر البخيل، مثل شعبي بيتقال خاصة في شهر رمضان. تعالوا مع بعض نعرف إيه قصته وإيه هي حكايته. رمضان عذر البخيل، لا مش عارف صراحة. ايدولت له رمضان عذر البخيل عشان الناس غلابه. معناه رمضان عذر البخيل، يعني البخيل مش عاوز يصرف طبعا، فما صدق رمضان جه فمش هيصرف ولا هيطلع الفلوس اللي معاه اللي في جيبه. ماشي البخيل مش عايز يصرف، لان ده ما بيصدقش ولا بيخرج من عنده اي شيء، يعني ده ولا بيصدق ولا بيصوم ولا يعرف اي حاجه عن دينه بمعنى صح. مثل ده بتقوله يعني لما بيبقى في واحد معاه فلوس ومش عاوز يصرف، زي احنا هنا مثلا بنقوله لما السواقين احنا هنا بنديه في الموقف ما بيبقى السواق مش عايز يدفع كارت، انت سواق بخيل. بستخدمهم حد اقول مثلا بدل ما اقول له انت جلد ابن عم اساتك، يبقى رمضان عذر بخيل. عشان في رمضان الواحد بيبقى صايم، فانا لو رايح لحد مثلا اقول لك انا عايز اعزمك بس انا للاسف انت صايم. طب بقول لك ايه، ده انا كان نفسي اشربك حاجه بس احنا صايمين مش هينفع. كده كده هو في الحالتين بخيل، ورمضان ما بيحبش البخيل. رمضان عذر البخيل، مثل شعبي بيتقال في البخيل اللي بيتخذ رمضان للهروب من إكرام الضيوف سواء في المأكل أو المشرب، مع إنه لو جه في شهر غير شهر رمضان برضو مش هيكرمهم. وجي من هنا المثل الشعبي رمضان عذر البخيل. وسام نصر، MBC مصر.